وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بان يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زياده كميات توريد القمح جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي لمتابعه منظومه الامن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائيه الاساسيه على مستوى الجمهوريه. وخلال اجتماع اخر وجه الرئيس السيسي بالالتزام الصارم باحكام الرقابه على الصادرات الزراعيه المصريه لانتاج محصول تصديري ذي جوده متميزه، الى جانب تطبيق المعايير الخاصه بالدول المستورده لكافه الحاصلات الزراعيه المصريه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحه، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنميه المستدامه. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الاجتماع تناول متابعه منظومه الامن الغذائي وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائيه الاساسيه على مستوى الجمهوريه. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على موقف المخزون الاستراتيجي والارصده لجميع السلع الغذائيه الاساسيه للدوله، وذلك في اطار التخطيط المسبق للدوله. بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها مع الاخذ في الاعتبار الازمه الغذائيه العالميه الحاليه، موجها سيادته بالمحافظه على استمراريه المخزون الاستراتيجي للدوله من السلع الغذائيه الرئيسيه، فضلا عن تعظيم القيمه المضافه لتخزين السلع من سلسله الصوامع الاستراتيجيه التي اقامتها على امتداد رقعه الجمهوريه، وذلك بهدف زياده الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، ومن ثم المساهمه في الحفاظ على استقرار موقف الامن الغذائي للدوله، كما تابع السيد الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعه القمح على مستوى الجمهوريه موجها سيادته بان يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زياده كميات توريد القمح كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنميه المستدامه المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الاجتماع تناول متابعه تطوير منظومه الصادرات الزراعيه المصريه وقد عرض السيد وزير الزراعه في هذا الاطار التطوير غير المسبوق الذي تشهده منظومه الصادرات الزراعيه المصريه خاصه حوكمه اجراءات التصدير ومنظومه التكويد الجديده التي يتم تطبيقها على الصادرات الزراعيه المصريه لضمان تتبع المنتجات المصدرة وإحكام الرقابة عليها من المزارع التصديرية وصولاً إلى الدول المستوردة وذلك تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية، مع تزويد المزارعين والمصدرين بكافة الإرشادات الفنية الخاصة باشتراطات الممارسات الزراعية الجيدة. وفقا لاعلى المعايير التصديريه البيئيه المطبقه دوليا واستخدام افضل الشتلات للاصناف المطلوبه عالميا مع توفير الخدمات المعمليه اللازمه لضمان سلامتها وهو الأمر الذي انعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة حيث بلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالي 6.43 من مئة مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم لتحقق حصيلة الصادرات حوالي 3.3 مليار دولار وقد وجه السيد الرئيس بالالتزام الصارم باحكام الرقابه على الصادرات الزراعيه المصريه لانتاج محصول تصديري ذي جوده متميزه مع الاعتماد الحصري على الكيانات التابعه لمنظومه التكويد من قبل الحجر الزراعي والتصدي لاي مخالفات في هذا الاطار الى جانب تطبيق المعايير الخاصه بالدول المستورده لكافه المحاصيل الزراعيه المصريه واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف الخاص بجهود تنميه الثروه الحيوانيه من خلال البرنامج القومي لتوزيع الالاف من رؤوس الماشيه عاليه الانتاجيه على المزارعين وصغار المربين وذلك بهدف الارتقاء باحوالهم ودعمهم اقتصاديا وبالتنسيق بين الوزارات المعنيه وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه والقطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بمتابعه احوال المزارعين وصغار المربين بصوره منتظمه ومساندتهم من خلال توفير الدعم الفني والرعايه البيطريه اللازمه لرؤوس الماشيه وتكثيف الدور الارشادي لكافه المستفيدين من البرنامج القومي لتوزيع رؤوس الماشيه